Modern Theory for Semiconductor. أول شابتر بتكلم عن Quantum Properties of Thermal Radiation. Quantum Properties of Thermal Radiation. الموضوع الثاني هو الموضوع رقم 3 هو ستيفنز لو. ستيفن ده اسم عالم، قال طبعا كان عمل شاف اكسبيرمنت معينه وقال لو انا عندي جسمين، الجسمين دول كل واحد فيهم ليه درجه حراره مختلفه، اذا بيحصل بينهم راديشن مستمر. الراديشن ده اللي هي الانرجي، الثيرمال راديشن، الانرجي بتاع الثيرمال راديشن بتعتمد مباشره على درجه الحراره او على التمبريتشر. درجة الحرارة طبعا دي علاقة empirical، بتكون مع درجة حرارة أس 4، يعني العلاقة بين الـ energy وبين الـ T أس 4 دي علاقة linear. وقال طبعا الـ P هنا عبارة عن thermal radiation، السيجما ده عبارة عن Stephen Boltzmann constant، الـ A الـ area المساحة المعرضة للـ radiation، والـ E حاجة بنسميها الـ emissivity، لو كان الجسم ده black body بيكون emissivity دي 1. وقال إن الـ total intensity عبارة عن الـ I بتساوي السيجما لو ثابت بولتزمان أو ثابت ستيفن بولتزمان في T باور 4. ده قانون ستيفن. فينز ديسبليسمنت. فينز ديسبليسمنت، فين ده اسم عالم عمل قانون. القانون ده بيقول أو الملخص بتاعه بيقول إن اللامدا ماكسيموم في T بيساوي مقدار ثابت. اللامدا اللي هي الويف لينث، ولما اقول اللامدا ماكسيمم معناها مش اكبر ويف لينث ولا حاجه، لا هي الويف لينث عند اكبر، عند اعلى انتنسيتي، ويف لينث عند اعلى انتنسيتي في التي اللي هي الابسوليوت تمبريتشر هيساوي مقدار ثابت اللي هو 2.89 في 10 اس ناقص 3 متر في كلفن. طبعا باختصار لو احنا بصينا للرسمه اللي موجوده هلاقي ان في ده شكل الثيرمال راديشن او الراديشنز اللي بتطلعها الجسم لو بيعمل راديشن مستمر، دي علاقه بين الويفلنس وبين الانتنسيتي. لو خدنا بالنا عند اعلى، عند البيك اللي هي الاولى خالص دي اللامدا ماكسيموم هنا، ده الويفلنس لما كانت الانتنسيتي اعلى ما يمكن. طيب هو علاقه بين اللامدا ماكسيموم وبين التمبريتشر، هشوف مثلا عند 4000 كلفن اللامدا ماكسيمم كانت مكانها فين على محور الويف لينث، مكانها موجود فين قبل الواحد. طيب لما كان التي ب 3000 كلفن كانت اللامدا ماكسيمم حصل لها شيفت، يبقى اتحركت لقيمه اعلى شويه، ولما كانت ب 2000 كلفن اللامدا ماكسيمم اتحركت بطريقه اعلى شويه. يبقى كل ما التمبريتشر بتقل اللامدا ماكسيمم بتزيد. لو احنا ملاحظين كل ما التمبريتشر بتقل اللامدا ماكسيمم بتزيد، اذا اللامدا ماكسيمم في التي العلاقه بينهم علاقه عكسيه، يبقى اللامدا ماكسيمم لو ضربتها في التي هتديني مقدار ثابت، اذا اللامدا ماكسيمم والتي علاقتهم بعض علاقه عكسيه. ريلي جينز لو. ريلي جينز لو، واحد اسمه ريلي جين عمل قانون، ده كان اقرب قانون في الكلاسيكال اللي يوصف فيها الراديشن. المفروض ان الجسم لما بيعمل راديشن بيبقى الشكل بتاع الديستريبيوشن بتاع الراديشن اللي هو الشكل المتقطع اللي هي النقط المتقطعه بالشكل ده، ان هو بياخد ديستريبيوشن معين الشكل اللي احنا شايفينه بالشكل المتقطع. لكن الريلي جينز طبعا ده كان كلاسيكال في كلاسيكال فيزيكس او في كلاسيكال ثيري في النظريه القديمه، يعني كان طلع قانون بيوصف بيه الراديشنز اللي بيطلعها الجسم. فلما نطبق القانون ده يطلع شكل الراديشنز بتاعته مطابقة للخط اللي هو فيه اللي هو الخط المتصل اللي احنا شايفينه. لكن حقيقة الراديشنز لما بتطلع بتطلع على الشكل المتقطع اللي قدامنا اللي هو شكل النقط ده، شكل سبوتس ده، تمام؟ فلو بصينا للشكلين دول، القانون بتاع الريلي جينز وبين الشكل الواقعي او الحقيقي للراديشنز، فهنلاقي ان هم متفقين فقط في الجزء الاول، يعني لحد مثلا لحد لقيمه معينه من ويف لينزز الاقي ان الاثنين تقريبا واخدين نفس الكاركتر. لكن عند القيم الصغيره الويف لينز كل ما بقترب من الزيرو، كل ما اقترب من القيمه الصغيره او من الويف لينزز الاقي بيقترب القيمه او القانون بتاعه بيقترب من المعنى النهائي تاني. يبقى كل ما اقترب من القيم الصغيره من الويف لينزز الاقي
ان القانون بتاع الليجنس يقترب من الانفينيتي، اذا ما قدرش يفسر القيم الصغيره في الويفلنسز، يبقى قدر يفسر فقط القيم الكبيره. يبقى الليجنس قدر يفسر الراديشنز بس القيم الكبيره في الويفلنسز، لكن ما قدرش يفسر القيم الصغيره للويفلنس. بلانك كان بيحاول يفسر الراديشنز للبلاك بودي، حاول يفسر البلاك بودي راديشنز ازاي بيتم الكلام ده. فقال ان اي جسم في حالة راديشن مستمر. كويس، طيب الراديشنز دي بتحصل ازاي؟ قال لي لو احنا بصينا لمستويات الطاقة داخل اي جسم، فهلاقي ان طبعا الالكترونز بتكون موجودة في مستويات معينة. طيب لو الالكترون ده نزل من مستوى طاقة لمستوى طاقة اقل منه، اذا هيطلع راديشن. مقدار الراديشنز اللي هتطلع، الانرجي اللي هتطلع دي ليها قيم كوانتم. كوانتم يعني قيم محددة، بمعنى ان الاي ان هيساوي ان في اتش اف. يعني ايه الاي؟ عند اي مستوى طاقة هيساوي الان، الان ده قيم ثابتة، يعني قيم سوري انتجرز، يعني قيم صحيحة، يعني 1 2 3 وهكذا، لكن مفيش 1.5 2 وربع، مفيش الكلام ده. والاتش ده قيمة ثابتة هو حطها بلانك وقال وسماها بلانكس كونستنت، وليها قيمة معينة هنتكلم عليها دلوقتي. والاف هو الفريكوانسي. لو احنا بصينا الاتش ده مقدار ثابت، لو ثابت بلانك، الان ده قيم انتجر، اذا الانرجي هتتناسب مع الفريكوانسي، وده كان القانون اللي اتكلم فيه بلانك. يبقى في اي حاله ان الاي هيساوي الاتش في اف، امتى؟ لو الجسم عمل راديشن، الانرجي اللي هتطلع هيساوي الاتش في اف. طيب الاتش ده اللي هو ثابت بلانك بيساوي 6.626 في 10^-34 جول في سكند، وطلع كونستانت تاني اسمه اتش بار بيساوي الاتش اللي احنا قلنا عليها من شويه على 2 باي، وليها قيمه طبعا لو صفينا الكلام ده هيطلع 1.5 × 10^-34 جول في سكند.